للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الباحث والأكاديمية الأستاذ محمد الأمين من إسطنبول. على ما يبدو أهلا بكم أستاذ محمد إلى استوديو الرافدين. بعد الإعلان عن اتفاق بين المجلس العسكري أهلا بك بعد الإعلان عن اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس مشترك، أجل الاجتماع الثاني الآن، كيف تقرأ التطورات في المشهد السوداني اليوم؟ أهلا بك. فعلا تم الاجتماع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قبل أيام، وتم الاتفاق على تكوين مجلس مشترك. قبلها ذكر الموقع، يعني ذكر الموقع الرسمي لقوى إعلان الحرية والتغيير أنه تم الاتفاق فعلا على تكوين لجنة مشتركة، لجنة مشتركة تضم أعضاء من المجلس العسكري الانتقالي وكذلك إعلان الحرية والتغيير. كان الهدف من تكوين هذه اللجنة هو لمناقشة القضايا العالقة، أي القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين. فبين أن المسؤولية مشتركة بين الجيش وبين وبين إعلان الحرية والتغيير. كذلك تم الاتفاق على مبادئ أساسية في هذا الاتفاق بينها المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري. هذه المبادئ الأساسية يقوم عليها تكوين حكومة مدنية ومسؤولية مشتركة ما بين الطرفين. نظرتنا لهذه الاجتماعات أو لهذه اللجنة يعني هي لها دور كبير جدا في توصل إلى نقطة مشتركة ما بين الطرفين، ويتضح ذلك يعني ويظهر هذا الدور في الاجتماع الذي تم بالأمس بين المجلس والتحالف، حيث أعلن الممثلون عن المجلس العسكري وقوة إعلان الحرية والتغيير يعني عن تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى تقارب في وجهات النظر. لكن هنا النقطة أستاذ محمد، هل هذه الاجتماعات أو الاجتماع الأول وهذه النتائج وهذا الاتفاق هل يلبي طموحات الشعب السوداني؟ أولا هناك خطوات، يعني هو حتى الشارع السوداني يتفهم يعني هذه الخطوات، لأن هذا الأمر لا يتم بهذه السرعة. يعني الآن إذا نظرنا إلى أقوال الشارع فنجد بأنه ينظر إلى هذه النتائج التي ظهرت بالأمس، خصوصا هناك يعني تفاؤل ما بين الطرفين، ينظر إليها لهذا الاتفاق بأنه يعني بادرة أمل لفتح صفحة جديدة تقود البلاد نحو الاستقرار وعدم الانزلاق في هاوية الخلافات. لأن الطرفين اتفقوا على مبادئ أساسية، هذه المبادئ الأساسية أو الشكلية الاتفاق بأن يكون هناك مجلس مشترك ما بين يعني ما بين الجنرالات، يتكون 7 جنرال عسكري وكذلك 8 من المدنيين. فهذا الاتفاق يعني يصبو إليه الشارع السوداني وهو راضي به تماما. يعني هل لا زال الشارع السوداني راضي بالوجود العسكري في رأس السلطة؟ هو أولا كان هناك رفض للمجلس العسكري ليس بأكمله، ولكن هناك رفض لأشخاص محددين، وكذلك إعلان الحرية والتغيير قرر أو وضع شرطا بأنه ما لم يتم إزالة هؤلاء الثلاث لم يقم بأي مفاوضات مع المجلس العسكري. وفعلا استجاب المجلس العسكري لنداء الشارع بإزالة أو إزاحة هؤلاء الثلاث من المجلس العسكري، وبهذا عاد التحالف إلى التفاوض مع المجلس وتم الاتفاق على هذه النقاط. نعم أستاذ محمد، يعني إلى أي مدى القوى في الشارع، القوى المعارضة توافقت على ما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري وقوى التغيير؟ القوى السياسية جمعاء ربما هي يعني لها وجهة نظر مختلفة تماما. يعني كما بين المجلس العسكري بأنه يعني ذكر قبل أيام بأن هناك أكثر من 124 رؤى، إذن هناك رؤى مختلفة. لكن من إذا نظرنا إلى الأحزاب الكبيرة كالحزب الذي يقوده صالح المهدي، فنجد ان هناك رضا وهناك تنازل، يعني هم قالوا بانه لن يشاركوا في الفتره الانتقاليه، اذا وضعوا الكره بايدي اعلان الحريه والتغيير. اذا ما توصل اليه القوة اعلان الحريه والتغيير هذا ربما يمثل جميع الاحزاب. نعم، هل برايك تحالف الحريه والتغيير قرر استمرار الاعتصام يعني رغم الاتفاق، ما الهدف من استمرار الاعتصام بعد الاتفاق؟ هو طبعا يعني اعلان الحريه والتغيير يعني هو يراهن بهذا الاعتصام، وهو الكرت الوحيد في يد التحالف ولا يريد ان يرمي به، وهو يخشى
نتائج يعني مماثله حدثت في دول منطقه مجاوره، ونحن كسودانيين نعلم ذلك. وكذلك الاستمرار في الاعتصام يمثل ضغط يعني حتى يضمن تحقيق جميع المطالب. فضغط الشارع يمثل يعني لقوه اعلان الحريه والتغيير ضامن حتى يستطيع في حواره وفي جلساته مع المجلس العسكري ان يضغط عليه وحتى يسرع ويلبي كذلك يعني مطالبه. يعني سؤال يساله مراقبون، يعني مع هذه الاتفاقات التي تجري وعمليه يعني محاوله ضبط الشارع السوداني ومحاوله يعني تهدئه الشارع السوداني ب يعني بعض الاقالات من المجلس العسكري او خروج بعض الشخصيات، لكن الا يخشى في قبل الايام من ثوره على ما تم الاتفاق عليه او ما تسمى بثوره مضاده على ما يجري الان في السودان؟ ثوره تقصد ثوره من قبل المدنيين ام انقلاب من قبل العسكريين؟ لا هي ثوره مدنيه بسبب عدم تلبيه المجلس العسكري وقوى التغيير لما يريده الشارع السوداني. والله يعني انا لا افهم معنى الثوره المضاده من الشعب نفسه، لان الشعب نفسه هو الان يعني ربما متفق خلف يعني اعلان الحريه والتغيير، لكن هناك يعني عندما نرى الساحه السياسيه في الاونه الاخيره يعني بالامس والامس الاول نرى ان هناك بعض المبادرات يعني الفرديه التي ظهرت من المؤتمر الشعبي، وكذلك هناك بعض الافراد الذين يعني صرحوا بانهم سيقومون بالخروج الى الشارع من اجل يعني من اجل اعلاء كلمه الشريعه. فالتأخير كلما كان هناك تأخير في تلبية مطالب الشارع كلما كان هناك يعني أشياء جديدة تظهر على السطح. فلذلك في المجلس العسكري ذلك هو أقصد الإعلان الحرية والتغيير ذلك هو يضغط للتسريع لنقل السلطة إلى سلطة مدنية حتى يتم يعني احتواء هذه الأمور حتى لا تنزلق إلى الخلافات. شكرا لك الأستاذ محمد الأمين الباحث والأكاديمي السوداني، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. جزاك